نسوي ريفيو على أكل الطيارة. وبعد اليوم وجبة الغداء في الطيارة عندنا سلمون المخرج، خلنا نضيف موجود عندنا اليوم. طبعاً سلمون وخضرة وعيش مقبلات حمص في ما أدري شو، وللتحلية طبعاً عندنا كيك برتقال وبعض النشان بسكوت وخبز. فخلونا نجرب ونكلكم كيف الأكل. تتريون بعد أقول لكم كيف الأكل أكل طيارة شو ما علينا. في الطبق الثاني مال المخرج بعد كان شو كان؟ مكسر جريل. مش هاي المشاكل يا سلام. شوف المطبخ شكله يبالي يدخل الفرن بعد شوي زيادة. وفي صلصة جدكم تتريون أقولكم شو هاي أكل طيارة شو تتوقعون؟ على العموم زمان ما صورنا وسوينا ريفيو، قلنا نسوي فيديو خفيف شوي نسوي براكتس نتذكر، لكن إن شاء الله في الوجهة اللي سايرين لها يمكن نغطيكم شوية مطاعم وعقبها شيء بعد ما تعي مخرج شيء يسوي لي ما أدري شو يبغى. ديزرت يبغاني أكل ديزرت كيك حلوين. كيك برتقال. على العموم هذه كانت حلقتنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم.